نعرف يا دكتور، انت قلت لنا فكرة ان البيض ممكن نطلع منه مادة تباع في منتجات الأدوية وفي الدخانات، هي عبارة عن ايه؟ بص، البيض مادة أولا طبيعية ومادة بروتينية معروفة وغالية جدا. عشان نشتري بيضة مثلا بجنيه أو ب2 جنيه، دي القيمة السوقية بتاعتها. إنما أنا لو استخرجت الألبومين اللي هو بياض البيضة من داخل البيضة، هذا الألبومين وجففته وبيته على رقائق، بعد كده ده يعتبر بروتين هام جدا جدا للإنسان. وهذا البروتين بيباع، يعني أنت بتستخدم في الناس تقول له اديني كيس ألبومين، ده هيديك كيس ألبومين، بس حاجة غريبة جدا يعني. إحنا ما قدرناش نعمل إيه؟ إن إحنا نعمل مثلا مشروع صغير لإنتاج الألبومين من البيت، أو يعني أنا شايف إن مفيش تمويل جيد للمشروعات الصغيرة، ومفيش نو هاو، ومفيش طرق ممكن يستعين بيها الشباب في يعني إنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة أو كل شبه صغيرة، لأن هي صغيرة، هي شبه صغيرة اللي هي مشروعات جادة وهامة تحتاجها المجتمع.